حياكم الله حضورنا الكريم. خلال لحظات بنبتدي بالحدث الأضخم. جاهزين؟ مستعدين؟ حياكم الله في نهائي تحدي 30. وصلنا للختام ومسك الختام بالحدث الأهم اللي هذا الصرح يجمع أكثر من 5000 شخص حاضر اليوم لحضور نهائي بلش من تصفيات في جميع دول العربية ومن مثلها في المشاركة، نهائي كأس العرب المقام في الكويت. خلونا نبتدي وياكم هذا النهائي، ومسك الختام راح يكون مع فقرة أديداس اللي هي النهائي. خلونا نرحب بكأس العرب اللي راح يطلع لنا بطريقة جميلة وأسطورية بتقديم الكابتن، كابتن المنتخب الوطني والنادي العربي، الكابتن سليمان عبد الغفور. نهائي كأس العرب اللي شهد تصفيات وكل من مثله، وصلنا للنهائي. ممثل دولة الكويت، البوس الذي لم يقهر، الذي لم يخسر إلى الآن طبعا، عبد الله الشكناني. ممثل المملكة العربية السعودية اليوم جاينا علشان يكسر كل القواعد، أمامه لا يوجد صعب، وإن كان مع احترامي ويقول لا عبد الله ولا أحمد ولا أي اسم قدامي، ممثل المملكة أخونا خالد القحطاني.
يستاهل تحية مرة ثانية. في بداية هذا الحدث تكلمت عن قصة نجاح وقلت هناك طموح لشخص، وذكركم بالكلام، قلت لكم كان عنده حلم أنه يقدم بالستديو وبلش بغرفة نوم قد تكون صغيرة، واليوم راح يقدم هذا الحدث قدام أكثر من 5,000 إلى 6,000 شخص. وكان يتمنى وبلش بإضاءة تليفون، واليوم أجمل وأحلى الإضاءات أمامه، وصور أول حلقة بكاميرا التليفون، واليوم يشهد متابعة ما يفوق 15 مليون متابع. أترك المايك من بعده، مو أنا اللي أقول اسمه، أنتوا اللي تقولون اسمه. حيوا معاي النجم مساعد الفوزان. يعطيكم العافية، مساء الخير. كان في شيء واحد ناقص طول هذا النجاح، طول هذا الصعود، في شيء داخلي لحد الآن ما اكتمل، الحين وصل. أنتم واللي يزيد الجمال حبة الكرز على الكيكة من بعد الله، ثم حضوركم، حضور ناس غالين علي، حضور أمي الله يشافيها ويحفظها، كاهي شخص معاي بالحلو والمرة.
عشان لا نزيد دراما. خلاص استمتعوا تفضل. نبدأ كنترول. حياكم الله مشاهدينا الأعزاء في كل مكان في نهائي كأس العرب لتحدي 30، نهائي الحلم الكلاسيكو الكرة الخليجية بين السعودية والكويت. لكن كالعادة قبل أن ندخل في أجواء الحلقة أطلب من الحضور الوقوف إجلالاً وإحتراماً للنشيد الوطني لدولة الكويت. والآن مع النشيد الملكي السعودي. خلوكم فوق، خلوكم فوق. حالياً في كل مكان وفي كل وقت وفي كل منبر قطعاً راح استغله هذه الرسالة اللي بتصير بعد شوي، راح توصل حق العالم كله أن الكويت أمربيتنا، أن فلسطين هي قضيتنا الأولى وين ما كنا. فأطلب من الكل يمسك علم فلسطين ويرفرفه. ويا كنترول، حان الآن وقت النشيد الوطني لدولة فلسطين. الحياة رتيبة وسريعة، تحتاج إلى الوقود المناسب لمواكبة شغفك وطموحاتك. هنا تأتي سناكات لابيرفا بروتين ويفر إند كوكو فيت، مزيج مثالي من الطعم والتغذية مع ما يصل إلى 18% من البروتين عالي الجودة والفيتامينات الأساسية والمعادن لمساعدتك في بناء عضلات قوية والشعور بالامتلاء والبقاء منتبه طوال اليوم. تمتع بسناكات لابيرفا المغذية لنمو صحي. والآن ندخل في أجواء نهائي كأس العرب، وكالعادة
نبلش من اللي على اليمين، ممثل المملكة العربية السعودية خالد القحطاني. التوقعات كلها ضدك للأمانة، يعني عبد الله ماخذ كل التوقعات، فقول لي الضغط اللي تعيشه مع ضغط الجماهير وانت بلدك الثاني الكويت، تفضل. امام الضغط، الضغط كان بيجيني لو اني تحسفت وطلعت ولا حضرت هذا المنبر، فاقول اللهم لك الحمد ان اليوم موجودين في هذا المكان. ما في شيء توعد فيه مساعد اكثر من متعه كره القدم بتشوفها اليوم على هالطاوله، تحدي ومنافسه الى اخر رمق. هذا هو جزء صراحه من المتعه، هذا اللي يخلي في براند يوم اسمه تحدي 30، يعني على هامش كره القدم او جزء اصيل من كره القدم يظهر اليوم وينتشر. ابو عباس اكثر من اخو، اعرفه من زمان. كم لي اعرفك ابو عباس؟ سنوات، ما حد خفف عليه الكورونا غيرك. ايام الحجر، ايام كلوب هاوس مع ابو عباس، ولكن هذه اول مره بلعب ضده، نجرب نشوف. نروح حق ممثل الكويت الوحش بعدين معاك. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، من نعم رب العالمين ان اكرمني وخلاني اشوف هالوجيه الطيبه. في البدايه كان هدف البرنامج ابي افوز عشان اثبت انه والله ترى عبد الله عنده معلومه ويبي يلفت الانظار، هذه كانت الصوره الصغيره. بعدين بعد ما تعرفت على هالوجيه الطيبه، عرفت خالد، عرفت ان رب العالمين اعطاني نعمه الظهور، نعمه العلاقات الاجتماعيه، اني امثل بلدي وأمثل كل بلد خليجي وعربي. عرفت ان المساله لو كانت فوز وخساره بصراحه هذا هدف ضيق، في هدف اكبر جمعتنا، لمتنا، شوفتكم، كل شيء ممكن عبد الله يقدمه الحين مو حق عبد الله، حقكم انتم، سواء فوز او خساره. نوعدكم انا وخالد راح نشيل بعض ونعطيكم محتوى انتم تستاهلونه باذن الله، حلقه جميله. احنا جاهزين حبيبي ردبل؟ اي تكفى، اعطني واحد. كلمه اشكناني كانت طويله، عطشت والله. اشرب عباس واحده، راحت المعلومات. قلت كل شيء. احنا جاهزين. كنترول، لا تعطي مجال يسولف، يعطش والله. والحين نقدر نقول ندخل بالفقرة الأولى، فقرة ماذا تعرف؟ اذكر لاعبين اسكندنافيين عبر التاريخ. اسكندنافيين، دنمارك والسويد، النرويج، والنرويج، ايسلندا، فنلندا. فنلندا، نعم. اوكي، جرافيسون، هويلاند، أوديغارد، أخو هويلاند. أي واحد فيهم بس. اللي نزل بديل. روبرتسون، روبن أولسن، ماك توميني، سكوتلندي، سترايك ون، ها، سيمون كاير. إيش كان منتخب النرويج كلهم راحوا؟ باس، كريستنسن، إريكسن، راسموس كريستنسن، ظهير روما، شمايكل، كريستنسن حارس فيورنتينا، شمايكل الأب، تي أندري فلو النرويجي، كاير قال سترايك 2، خالد، جرون كاير تشيلسي، كولر اتوقع المهاجم النرويجي، كولر تشيكي راح ياخذ سترايك 3 خالد، والنقطة الأولى تروح لعبد الله اشكناني. اي مرة. السؤال الثاني، عبد الله اذكر لاعبين، ركزوا معي، اذكر لاعبين لعبوا في نادي واحد على فترتين مختلفين، يعني لاعب لعب بالناديين مرتين على فترة أولى وفترة ثانية، تفضل. يعني لا عشان أفهم السؤال، يعني الحين لاعب كان موجود بنادي انتقل ورجع له. أوكي، أندري شيفشنكو، كاكا، تيري أوري، تيتشاريتو راح إعارة ورجع، صحيح، زلاتان إبراهيموفيتش، كاريوس، سول كامبل، أرجع أرسنال، ماونت تشيلسي، فابيو كانافارو يوفي، توموري إعارة ورجع، إعارة ورجع عادي، لوفتس تشيك، تامي أبراهام، روميلو لوكاكو. طيب أوكي، قلنا كاكا، قلنا ثلاثة، مين؟ زينشينكو، مان سيتي، أليكسيس سانشيز، الإنتر، أنخيلينو، مان سيتي، كولومبو، ميلان، باس، مولاتييري، ساسولو، فروزينوني. والله ما أعرفه بس رسمي صح. ما في. ثلاثة، اثنين، واحد، سترايك ون خالد. ثلاثة، اثنين، واحد، باس. ثلاثة، كنت بقول لافيا سيتي بس خطأ، ما رجع. واحد، سترايك تو خالد.
اي اوكي 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 دانييل بالديني داني سيبايوس اوكي ادم اوناس نابولي اوديغارد سيتي اي اوكي ثلاثة اثنين واحد سترايك وان عبد الله رافينيا كانتارا برشلونة صحيح اعارات ورجع اعارة ورجع ثلاثة اثنين واحد سترايك تو عبد الله اي اوكي ثلاثة اثنين إيريك غارسيا برشلونة الصغار سيسك فابريكس عباس تشتغلنا الله يرحم والديك انت خلاص برشلونة حقي خذ غارسيا صح جيرارد بيكيه هرنان كريسبو بارما قلنا دام تراوري فابيو كواريلا برلين برشلونة اوكي فيليبي اندرسون لاتسيو ستام لاتسيو ثلاثة اثنين دليفيو تشيرو ايموبيلي الكسندر لاكازيت ليون ارسنال رجع ليون بعدين ايه اوكي ثلاثة اثنين واحد ياكو انت سترايك ثري عبد الله وياخذ النقطة خالد القحطاني واحد واحد سؤال طويل كريستيانو رونالدو يقول لكم معاذ تعال تعال جرب اذكر لاعبين لعبوا لبرشلونة أو ريال مدريد لكن حققوا لقب بطولة الدوري في نادي آخر ما فهمت لاعبين لعبوا في ريال مدريد أو برشلونة حلو ومحققين لقب بطولة الدوري لكن مع نادي آخر يعني لعب الدوري الفرنسي خذ الدوري الفرنسي خذ عادي قبل وبعد لعب مع برشلونة اي عادي سواء يعني كان في ريال مدريد أو برشلونة عادي محقق قبل ينتقل عادي أو بعد ما أو راح طلع من برشلونة وحقق أو طلع من مدريد وحقق تفضل غوندوغان الدور هذا ليفا ميسي فيران توريس معاكم نيمار اوكي كريستيانو داني الفيش شابي الونسو يايا توري صحيح سامي خضيره اليوفي دوري بس تشامبيونز لا بس دوري يايا توري قلنا ثلاثة اثنين خاص والتر سامويل سامويل ايتو جابرييل هاينز كارفالو كوكو اسيان فرانك ديبور فان بومل ديكو تيتشاريتو رونالد ديبور ثلاثة كريستنسن كواريزما إيريك غارسيا كلويفرت لويس سواريز زيدان مالكم الهلال دور البروس مع الهلال صحيح نعم صحيح يصير؟ محقق لا مو مع الهلال محقق زينت زينت لويس فيجو تيري أونري ديفيد بيكهام فابريغاس ثلاثة مين أنيلكا هاعد بسرعة الحين هون تيلر ثلاثة شنايدر باكج روبن روبن قال قبلي قلتها ها اوكي درنتي اياكس تيبو كورتوا راح مع الجيل ثلاثة ديفيد الابا روديجر اوكي ثلاثة اثنين مايكل اومن صحيح اوه باكج ثلاثة بيكم بيكم انذكر سترايك وان خالد قلتها انزين حقق دوري ثلاثة اثنين واحد سترايك وان عبد الله لحظة خلنا نتذكر الأجيال قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله كيلور نافاس كيلور نافاس سيدورف سيدورف طيب ثلاثة اثنين واحد أوباميانغ ميلان الظاهر دوري محقق ما في سترايك راح ياخذ سترايك تو خالد روح حق عبد الله إدغار ديفيدز لويس فيجو أنا قلت 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 فيجو قلت لويس فيجو قلت أنت قلت أنت قلت ها أساطير كلهم عندك راح تأخذ سترايك ثري خالد وياخذ النقطة عبد الله شكراني حارب هذه فائدة إنه في جمهور كلهم معدين السؤال اللي بعده يقول اذكر لاعبين إنجليز وإيطاليين فازوا في دوري أبطال أوروبا من عام 2006 حتى الآن يحملون الجنسية الإنجليزية أو الإيطالية تفضل عبد الله 2006 إلى الآن أوكي 2006 اللي هو نهائي برشلونة وأرسنال أوكي مالديني أوكي نيستا كوستا كورتا جاتوزو تسهلكني أنا أدري أودو بيرلو أمبروزيني إنزاغي غريليش فيل فودن كايل ووكر كايل ووكر ستونز على طول ما في رحمة ها ثلاثة لحظة ماتيرازي يلا خلاص ماتيرازي تولدو بالوتيلي جيلاردينو ميلان الحين الطليع فيوري الحارس الثالث كاريسون حارس ثالث أشلي كول جون تيري ستورج لامبارد
بقول بيسحبها أرنولد هندرسون جيمس ميلنر ماسين ماونت ماونت أوكي ثلاثة اثنين واير روني ثلاثة بول سكولز مايكل كاريك هارك غريفيس ريو فردناند غاري نيفل ويس براون رايس جيمس رايس جيمس انزين ثلاثة اثنين واحد سترايك ون عبد الله تامي ابراهام دافيدي سانتون انتر ثلاثة اثنين فاس طالي انجليزي ثلاثة اثنين واحد فيليبس سيتي كالفن فيليبس اوكي ثلاثة اثنين واحد سترايك تو عبد الله ثلاثة توموري تشيلسي تفضل ثلاثة اثنين واحد سترايك ثري عبد الله وتروح النقطة حق خالد القحطاني والله وحش يا عباس وحش مسعود اثنين اثنين والله وحش والله وحش اثنين اثنين آخر سؤال فقرة ماذا تعرف اذكر لاعبين أوروبيين فقط يلعبون حاليا خارج أندية التوب 6 هذا الموسم في الدوري الإنجليزي أوروبيين فقط يلعبون خارج أندية التوب 6 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم يونايتد سيتي وتشيلسي وليفربول وأرسنال توتنهام هذيل أوت تفضل خالد بوب بوتمان تريبير شار براون تونالي جوردان ميرفي ألكسندر إسحاق تقعد تخلصون نيوكاسل كلهم بعد نسوي في هالدرجة مرضى ويلسون هاي الأندية منو ويلسون ماتي كاش كونسا لوكاس دين أو توريس وايت كنز رمزي ويلبك باس قسم بالله موجود بس اصبر ثلاثة موجود والله موجود انا قبالي ميلر لونج ستاف جروس سولي مارش طارق لامثي الحارس كاريوس لينو سولانكي توني اوكي توني اوكي توني سوى مو موقوف بس موجود لاعب إيه. موجود هاري ويلسون بيترو بودنس سيميدو داوسون سا حارس دوبرافكا بوين كوفال فابيانسكي اريولا صحيح عباس يا غشاش قمة السخافة طيب اوكي ثلاثة اثنين واحد ديابي إميرسون بالميري ثلاثة اثنين واحد شو اسمه سترايك وين خالد والله جبته كورزوما وارد بروس أوكبونا ثلاثة اثنين واحد سترايك تو خالد ديفوك أوريجي ثلاثة اثنين واحد سترايك ثري خالد وعبد الله شكلاني ياخذ النقطة الكويت ثلاثة السعودية اثنين بكذي خلصنا فقرة ماذا تعرف والحين راح يبلش كسر العظام الحين هذه الفقرة ندخل فقرة المزاد محظوظين يا أهل الرياض عندكم أكبر مطعم شاورما بيت الشاورما يقدم أفضل الأكلات المتنوعة وتكون تجربة فريدة لكم نبدأ بالسؤال الأول كم اسم لاعب اعتزل الآن وكان يلعب في مونديال 2010 تقدر تذكر في 30 ثانية أعيد صيغة السؤال كم اسم لاعب لعب مونديال 2010 ولكن الآن معتزل تقدر تذكر في 30 ثانية تفضل خمسة عشرين دخلنا بالنقطتين 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 30 يروح 31 31 كم الرقم القياسي 34 ها 32 33 اسرع عبد الله 35 36
اسبانيا كامل، هولندا كامل، اسبانيا كامل، هولندا كامل. 37. قولوا بالكم. اسبانيا كامل، هولندا كامل، برازيل كامل. قاعدين للبيض. يروح 38. 38. تسأل الجمهور تروح تصعد. مشكلة في هذول يلعبون الحين من اسبانيا في راح يعلقوني كذا واحد. زين يلا ثلاثة اثنين 40. 40 أربع أربع نقاط لأول مرة، أربع نقاط. 41. 41. إذا بحضرها أنت بطل، روح. 41 خالد القحطاني. أرجوكم هدوء بدون ولا صوت. خالد جاهز؟ جاهز. أوكي عبد الله عبد الرحمن الوقت. ثلاثة. اثنين واحد جو. كاسياس، فالدز، بيكي، بويول، أربلوا، تشابي الونسو، تشافي، سيلفا، بيدرو، فيا، توريس، لامبارد، جيرارد، جيرارد، هار جريفيس، روني، ديوف، هارت، تيري أونري، أنيلكا، شنايدر، فاندرفارت، فان بوميل، جيو، روبن، فان بيرسي، فان بيرسي، كويت، عندنا نيلكا. انتهى الوقت، انتهى الوقت. كم 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 جت؟ لا تحسر بطل. كم جت؟ 27 28. خالد هذا الجمهور يستاهل نعطيه شيء جنوني. حاول مره ومرتين وثلاث. يستاهل والله. تقدر يستاهلون يستاهلون. نقطة تروح لي عبد الله شكراني. خالد كم اسم لاعب شارك ما لا يقل عن ثلاث نسخ في من كأس العالم عبر مسيرته؟ تقدر تذكر في 30 ثانية. واحد. واحد. نبدأ امتحان ما نفكر يعني. ثلاث نسخ. ثلاث نسخ. أسرع عبد الله. اثنين. ثلاثة. أربع. أسرع خالد. خمسة. سبعة. ثمانية. عشرة. 11. 12. 13. 15. 16. وروح خالد يروح 16 ولا 19. 19. 16. راحت عليك، راحت عليك، خلاص راحت عليك. 16 خالد القحطاني. طيب ثواني. ثلاثة. عد سؤال. ما شاركوا في ثلاث نسخ صح؟ شارك في ثلاث نسخ كأس العالم. ثلاثة اثنين واحد جو. سامي الجابر، محمد داي، علوسيو، رونالدو، ريفالدو، روماريو، بيليه، مارادونا، باتيستوتا، انيستا، تشافي، راموس، تشابي الونسو، إيكر كاسياس، ديفيد فيا، دييغو كوستا. لا بعد. عندنا بوفون، جيرارد، لامبارد، سكولز، غاري نيفل، عندنا تيري، فيرديناند، تيري، فيرديناند، غاري نيفل، غارفيس. قطله 25 اسم. شنو عندك؟ كلهم صح. في منهم صح كفوا 16. نشيك. كفوني كفو. اتوقع كفوني 16. فتروح النقطه لخالد القحطاني. ايه ممتاز. أربعة الكويت، ثلاثة السعودية. نروح حق سؤالي اللي بعده. ركزوا معي بهالسؤال. كم اسم صفقة شراء أو بيع صارت في الدوري الأسباني أو الدوري الألماني هذا الموسم؟ تقدر تذكر 30 ثانية. الأسباني والألماني. تفضل. واحد. واحد. اثنين. ثلاث. بيع أو شراء.
فيها الشراء. خلى الانجليزي والفرنسي والايطالي. انت اعاره تمشي ها؟ اعاره تمشي. كم قلت ابو عباس؟ كم؟ ثلاث والله. اربعه. أربعة والله والله أربعة. أربعة ما عندي هنا يجي فرق والله خمسة وبألف ستة ستة أسرع. سبعة سبعة, سبعة. خلاص عندك سبعة صدق والله العظيم ما عندي بس بستحضر ثمانية بحضر. ثمانية تسعة تسعة الحين يقول ما عندي وقلت عشرة فرق. يلا عشرة وايد والله وايد وايد 11 12 12 14 انا قلت 12 هو المفروض يقول 13 انا اقول 14 الحين هو وصل 14 15 15 اسرع عبد الله حتى لو اعاره حتى لو اعاره 3 2 16 1 16 روح 16 يروح عبد الله لاول مره في فقره المزاد لا لا عبد الله جاهز لا ثلاثة اثنين واحد جو كم من جاي مزراوي لايمر منو باقي عندنا ريال مدريد بيلينغهام خوسيلو شو مين لا اخوان فران غارسيا اوكي ابراهيم دياز باريوس اتلتيكو مدريد لينو اتلتيكو مدريد منو بالنص عندهم قطوا إعارة ما يبون ريجليون منو واحد انتهى الوقت وتروح النقطة للسعودية والله آسف ما دريت إنه والله ما أعرفه لا أنا آسف قطعت مزراوي والله والله ما دريت آسف حقك التعادل يعود خالد إلى معادلة النتيجة 4-4 ونروح لهنا حق السؤال اللي بعده ألماني اسمه السؤال اللي بعده يقول باستثناء لاعبين الهجوم كم اسم لاعب سبق وأن سجل في نهائي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ تقدر تذكر في 30 ثانية تنويه لاعبين الهجوم أقصد قلب الهجوم والوينجات الأطراف ممنوع تذكر أساميهم عبد الله تفضل واحد واحد اثنين ثلاث أربعة سجل نهائي دوري الأبطال ها خمسة هذا مالك شغل فيه هذا خله تو الناس عليه هذا لاعب أنت الحين شلته كم قلت خمسة ستة أسرع سبعة سبعة الوينجات ما يحسبون ثمانية ثمانية تسعة تسعة عشرة 11 روح 11 عبد الله شكناني يروح ثلاثة اثنين واحد جو كومان ريكارد ديسايي باولو مالديني تشابي ألونسو جيرارد فلاديمير سميتشر ستيف ماكمانمان بيليتي باقي اثنين لحظة كم ثاني باقي اوكي اوكي لحظه سيرجيو راموس كراسكو كراسكو ما ينحسب كاسيميرو صح انا نبهت كراسكو ما ينحسب جات وين التقدم لعبد الله شكلاني 5-4 في اللحظات الاخيره فكرت جناح على ابونا 3-5-2 يعني السؤال اللي بعده سيميوني ما يخليك خلاص كذا هاجم ارجع السؤال اللي بعده يقول كم اسم لاعب لعب في قارتين او اكثر تقدر تذكر في 30 ثانيه ايش رايكم بالسؤال تكفى قارتين او اكثر خالد اسرع واحد واحد اثنين ثلاثه اربعه واحد يصعد 20 20 نقطتين راح يتفوق على عبد الله اذا اخذ النقطتين 21 22 23 24 25 حلو 26
26 30 عبد الله الشكناني 3 نقاط 31 32 خالد 33 33 34 روح بعباس 34 عبد الله الشكناني جاهز؟ لا ما أعد لك لحظة قارتين؟ أو أكثر 34 هذا رقم قياسي؟ لا هذا تعادل رقمك القياسي لا أنا 33 قياسي يلا كسره 3 2 1 جو تفاريل سيلفا جورجينيو إدميلسون مورو سيلفا دونجا زينهو مازينهو ريفالدو رونالدو رونالدينيو روبينيو باتيستا إمرسون جيلبرتو سيلفا جوان لوسيو كافو كارلوس ديدا أليسون إدرسون كيمبس مارادونا فالدانو براون باتستوتا أبوندانزيري كارلوس روا أيالي كامبياسو فيرون كلاوديو لوبيز باتستوتا برافو برافو 3 نقاط لعبد الله الشكناني عبالي الوقت خلص عطني تيمته زيادة 8 عبد الله و4 خالد تكتيك سليم عباس واخيرا شفتوا هذا الشيء حقيقة انا بالامانة مو متأثر يعني متعود على هالشيء الروح حق تبي تسولفون سولفوا عادي سولفوا تعال ردي كلهم اسمع نكسر الرقم بيجي بوس راسه لا كف ما نكسر الرقم بيجي بوس راسه ندخل حق السؤال اللي بعده ويقول من عام 2000 حتى الان كم اسم لاعب من نادي برشلونه وريال مدريد لم يسجلوا ابدا في الكلاسيكو تقدر تذكر في 30 ثانيه من عام 2000 حتى الان تفضل من عام 2000 يا جماعه ها لا ترجع ورا من عام 2000 اي نعم خالد 1 2 3 4 4 عبد الله ما سجل نهائيا ولا جول ولا جول 5 6 ايه 7 8 9 10 11 12 13 سجل نهائيا 14 15 20 20 نقطتين عبد الله 21 ابي مستر 22 23 24 25 والله انك ورطه 26 وايد لا ادري 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 والله ادري لان في المدافعين مسجلين اسرع قلت كم 26 روح 26 يروح عبد الله الشكناني لحظه نقطتين اذا كان الجواب صحيح اذا في اي تعليق عندك على اي لاعب يقوله راح نرجع حق الاجابه بعد ما ينتهي الوقت 3 2 1 جو إغنر كاسياس سيزر بالدس خورغويرا بنتو شتيغن كلاوديو برافو لونين كيبا كورتوا دييغو لوبيز ايفان كامبو كارانكا سولاري كامبياسو والتر سامويل فابيو كانافارو هاينز درينثي
وودجيت، والتر سامويل، تشيغرنسكي، بيليتي. انتهى الوقت وتروح النقطة حق خالد القحطاني. كان باقي اسمين فقط، اسمين فقط، قلت 24 والله؟ اي 24 وباقي اسمين وانتهى الوقت وتصير النتيجة 8-5. تكتيك صحيح. وباقي سؤالين على المزاد. السؤال القادم يقول: كم اسم مدرب تمت إقالته في آخر 3 سنوات من الدوري الإيطالي والدوري الإنجليزي؟ تقدر تذكر في 30 ثانية. خالد، 3 سنوات عشان نحسب من موسم 2021. نعم، يعني 21 22 23. أيوة. هالموسم داش؟ داش. تفضل. واحد. 2. إقالته ولا طلع بس؟ نفس الشيء. مو منه طلع برا النادي. أوكي، كيف قلت؟ بس 2. 3. 4. 5. 6. دوري إيطالي إنجليزي. أي نعم، مجموعين مع بعض. مدرب كان موجود بنادي مو موجود الحين. إيه طلع يعني خلاص تمت إقالته. ركز على يعني عادي موقع مع نادي بس مو مقال. أيوة. أوكي. أول 6. 7. 8. 9. يا ساتر. 10. 10. عندك 10 مقالي. والله صوت. العظيم بألف. صوت أعلى. 11 12. من 2021. 13 14. سؤال بس، إذا موجود بالدوري بس مو مع نادية عادي؟ عادي؟ اي عادي. اي اوكي. كم قلت بعباس؟ 14 15 15. اسرع عبد الله راح اعطيك 16 16. راح اعطيه خالد 16 17 17 18. منو 18 مدرب مشينا موسمين ماي ثلاث؟ روح بعباس. يروح 18 عبد الله. 3 2 1 جو. اللي تمت اقالته: سوتيل، ستروبا، ماسيمو اودو، انطونيو كونتي، ساري، جوزيه مورينيو، فيتشينزو ايتاليانو، سيموني انزاغي، او منو اقاله؟ لا رايحه مني بالادينو. لا راحت وايد راحت. وانتهى الوقت وتروح النقطه لخالد القحطاني. اظن ساري ابو عباس قبل. ساري قبل 3 سنوات. 8 6. السؤال الاخير في فقره المزاد يقول: كم اسم لاعب حالي من الدوري الانجليزي والدوري الايطالي لم يشاركوا ابدا في دوري ابطال اوروبا؟ تقدر تذكر في 30 ثانيه. يعني لاعب حالي يلعب في الدوري الانجليزي والايطالي بس عمره ما شارك، ما لعب دوري ابطال اوروبا. تفضل عبد الله واسرع لو سمحت. 1 1. 2. عمره ما لعب. 20 20. خمسة وعشرين. 25. 30. 3 نقاط مرة أخرى. 35. 35. الرقم القياسي سيكسر إذا خذاها خالد، وراح يتفوق عليك، راح يقلب الطاولة تصير نتيجة 9-8. عشان كذي لازم أروح 40. 40؟ نعم. روح. يروح؟ لحظة. أشارك. 4 نقاط على المحك. عبد الله ركز معي. لاعب عمره ما لعب في دوري ابطال اوروبا ويلعب الحين بالدوري الانجليزي او الايطالي. واضح؟ بس ما يصير تاخذ وقت اكثر من كذي. 3 2 1 جو. حمزه رفيعه، اسامه العزوزي، وليد جديره، سكوروفسكي، لوكومي، ستيفان بوش، كيرياكوبولوس، ليكيوغيانس، ابيشير، فيركسون، اورسوليني، فالكوني، باسكيروتو، بونغراتشيتش، جوندري، قالو، سرافيتزا، كولومبو، بيجول، سيلفستري، مونتيبو، دافيدوفيتش. راحت مني. انتهى الوقت وياخذ النقطة. والله وحش، ما حد يجرب يقول 40. الله يحفظك. والله
ما حد يجرى يقول 40 الا انت. تيشيرتين من فاموس حق عبد الله وتيشيرتين من فاموس لخالد. فاموس بدا موجودين معانا من البدايه، يستاهلون صفقه والله. افتح التيشيرت عبد الله، خليني اساعدك. اوكي. شركاء النجاح. نعم. من في يشجع يونايتد هنا؟ اسمع بعطيه بس. سب. تاكا؟ يجي قدك؟ اي احد من داخل، شوف هذيل اعطهم اي احد. يقد لك؟ يقد له؟ اي روح. اتوقع يقد له. روح له. يقد له. خليه يجي خليه. بس خالد خلص. نعطيهم ثنتين؟ اللي كيف اللي تبي. النتيجة 8-7 عبد الله شكلاني. ندخل الآن فقرة الجرس. السؤال الأول للعلم، في فار لكل الأسئلة، يحق لك تطلب الفار في كل سؤال. السؤال الأول يقول باستثناء كاسياس، اذكر حارس أسباني آخر فاز في 3 بطولات دو 5 4 3 بالدز. برافو عليك. بس شنو السؤال؟ دوري. حين اقول حين اقول السؤال شنو السؤال؟ السؤال الكامل باستثناء كاسياس، اذكر حارس اسباني اخر فاز في 3 دوري أبطال أوروبا. فالدز. والجواب فالدز صح. بس فالدز فاز باثنين ولا؟ نعم. 2 فاز ولا؟ لا 3 دوري أبطال عنده. 6 9 11. نعم. السؤال اللي بعده يقول باستثناء ليونيل ميسي، اذكر لاعب اخر حقق البلندور 3. خالد. حقق البلندور 3 مرات. كريستيانو. خطأ. 3 مرات متتالية. 5. بلاتيني. صح. بلاتيني. فيها تركات. ايه فيها حذف. 10-7. السؤال اللي بعده، ما هو أسرع هدف سجل في نهائي أي نهائي أي بطولة؟ يلا. 5 4 3. مالديني. صح. واو. نسولف فيه قبل الجيم، نسولف فيه. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. شوف بس خل اقول حق الجمهور جمله. خل اقول لكم شغله، خل اقول لكم شغله، خل اقول لكم شغله. فسر للجمهور ليش قلت ما ادري. خل اقول لكم، يا نهائي دوري الابطال يا كاس العالم، اسرع هدف في نهائي كاس العالم كان هولندي اسمه نسكنز بال74. اذا بيطلع السؤال ما عنده سالفه بصراحه، فروح الثاني. صهيب صح ولا لا؟ يسويها ترى. 11-7 لعبد الله شكلاني. والسؤال اللي بعده يقول في الموسم الماضي يوجد لاعب حقق دوريين في نفس الموسم. دوريين في نفس 5 الموسم. 4 3 2. ايش اسمه؟ كانسيلو. صح. برافو عليك. برافو يا ولد. منو الجواب؟ هو كانسيلو. كانسيلو حقق الدوري الماني انجليزي. سيتي وبايرن. نعم. برافو خالد. والله سيتي وميونخ. خالد والله صعب. السؤال اللي بعده يقول من اخر لاعب سجل في نهائي كاس العالم عام 98؟ عبد الله. ايمانويل بيتي. تبي بار؟ لا لا اسف. بيتي على البرازيل في الدقيقة 90. السؤال اللي بعده يقول من اللاعب الذي سجل الهدف الوحيد في نهائي دوري أبطال؟ كاي هافرت. خطأ. استعجلت. في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 98. في النهائي؟ نعم. الصربي لاعب ريال مدريد على اليوفي مياتوفيتش. صحيح مياتوفيتش. 13-8.
فمجبورين ننتقل إلى الفقرة الأخيرة وهي فقرة التعويض. تنبيه يا جماعة، النقطة إذا خذاها أشكناني انتهت المواجهة وأشكناني بطل عربي، إذا خذاها خالد مستمرين. اللاعب الأول هو لاعب معتزل بدأ مسيرته في شالكة الألماني، فيرد بريمن، ريال مدريد، خطيرة، أرسنال، أوزيل. أوزيل صار عسى الله يوفقك ويفتحها عليك لأنك تستاهل لأنك شخص نظيف. شكرا عبد الله اشكراني، نشوفكم ان شاء الله في مناسبات وفي مقاطع اخرى. في امان الله.